سؤال الثاني شو بحكي؟ لدى تاجر 6 جيم تربيع زائد 7 جيم زائد 2 لترا من الزيت، وضعها في 3 جيم زائد 2 وعاء لها السعة نفسها، يعني هذه الكمية الكلية، وزعها على هذه الأوعية. إذا كان سعة الواحد 11 لتر، ما قيمة جيم؟ ما قيمة جيم؟ سعة الوعاء الواحد وضعها في 3 جيم، هاي عدد الأوعية، هاي عدد الأوعية كلهم قديش؟ 2 جيم أو 3 جيم زائد 2، وهذولا كمية الزيت الكلية اللي هي إيش هي؟ 6 جيم تربيع زائدها كويس، وضعها في عدد من الأوعية كل واحد، كل واحد بسع قديش؟ 11. معناته لو قسم المقدار اللي هو 6 جيم تربيع زائد 7 جيم زائد 2 على 3 جيم زائد 2 بيطلع الجواب 11 لتر، لكل واحد بيطلع 11 لتر. خلينا نطلع جيم، يلا حل المعادلة، بنحلل البسط، البسط شو بيطلع؟ 2 جيم في 3 جيم، لأنه 6 هي 2 في 3، وهي عبارة عن 2 في 1 الأخير زائد، الشرطين هون لازم يكونوا زائد، الكل على 3 جيم زائد 2. بس خلينا نتأكد أنه تحليلنا الفوقاني صح، هاي 6 جيم و2 جيم 8 جيم، غلط، تحليلنا الفوقاني مش مزبوط. طيب ايش رايك نعكس، نحط الواحد هون 2 جيم، يعني هاي نخليها هيك، هي 2 في 1 اكيد 2 في 1، يعني اللي هي 2 تجي ل 2 في 1، فنحطها 1 هون ونحط 2 هون. يلا خلينا نجرب، هاي 3 جيم وهاي 4 جيم بيطلع 7 جيم، اذا مزبوط تحليلنا صح. هذه طالعه الواحده ب 11 لتر، اختصر اذا صارت 2 جيم زائد 1 يساوي 11، ومنها 2 جيم يساوي 10، ومنها جيم تساوي 5. هاي انحلت اول واحده. ما عدد الاوعيه؟ عدد الاوعيه بتعود 5 هون، اذا 3 في 5 ايوه زائد 2 اللي هي 15 زائد 2 يساوي، بعدين مرة ثانية بدنا نعوض الخمسة مكان جيم هون في عدد الأوعية، 3 في 5 زائد 2 هي 15 زائد 2 ويساوي 17 وعاء. ما كمية الزيت الموجودة؟ بدك تاخذ الخمسة وتعوضها وين؟ في الكمية هاي هون، إذا راح تكون 6 ضرب 5 تربيع اللي هي 25 زائد 7 في 5 اللي هي 35 زائد 2، وبتحسبها يعني هي مش صعبة. يلا اللي بعديها، هنا فيها سؤال حلو قيمي بيدل على أن الواحد يتم بالصدقة، تصدق حامد بهذا المبلغ حيث قسم المبلغ على من الفقراء، إذن هذا عدد الفقراء، عدد الفقراء، واضح أن هذه المسألة تشبه مسألة رقم 2. فكان نصيب الواحد 51 دينار، يعني لو قسمنا 5 سين تربيع ناقص 14 سين ناقص 3 على عددهم اللي هم سين ناقص 3 بيطلع كل واحد 51 دينار. من نطلع قيمة سين وبعدين المبلغ اللي تصدق به، يعني بتعوض العدد في القيمة هون في هذا الاقتران أو هذا التعبير الجبري. يلا إذا نحلل البسط، بيطلع 5 سين في سين، والثلاثة بتيجي 3 في 1، إذا نحط 3 هون و1 هون منها تطلع سالب، إذا هاي سالب هاي موجب على سين ناقص 3 يساوي 51، اختصر فصارت المعادلة كأنها 5 سين زائد 1 يساوي 51، إذا 5 سين تساوي 50 ومنها سين تساوي 10، هذه قيمة سين تساوي 10. ضايل علينا ما المبلغ الذي تصدق به؟ خذ العشرة عوضها وين؟ في هذا الاقتران أو هذه القاعدة أو هذا التعبير الجبري، بتلاقي حالك حليت السؤال بشكل كامل.